لعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك لاستفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، انطلقت فعاليات الاجتماع 15 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية بمقر الجامعة العربية. اليوم كان اجتماع الفريق العربي الخاص بحماية المستهلك، طبعا في ظل ما الاهتمام الكبير بموضوع حماية المستهلك في العالم كله، كان لابد ان تكون الجامعة العربية على نفس المستوى. لدينا الاجتماع اليوم ناقش العديد من موضوعات ذات كبيرة درجة كبيرة من الأهمية، اهمها موضوع دور اجهزة حماية المستهلك في تحقيق الامن الغذائي العربي. تم استعراض مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، والذي تم الانتهاء من مناقشة بنوده والتوافق عليها. تم انتخاب السيد رئيس الجهاز بإجماع دول الأعضاء رئيسا للجنة، وتقديم ثقة فيه في خلال السنوات السابقة يعني. والحمد لله النهاردة ناقشنا مجموعة بنود تساعد على مد أسر التعاون وتوجيه سيادته الشكر لدولة عمان في تبني الأسبوع العالمي أو الأسبوع العربي لحماية المستهلك إن شاء الله في خلال الشهر القادم. تم مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك، والذي تم اعتماده ليكون في شهر مارس من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. تحديات عديدة تشهدها المجتمعات العربية في المرحلة الأخيرة على المستوى الاقتصادي تستلزم معها تحركات من قبل الحكومات العربية وأجهزة حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المستهلك العربي. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل.